نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يطلق نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا. جلالة الملك وجلالة الملكة يتسلمان جائزة زايد للأخوة الإنسانية. بيت لحم تحتفل بإطلاق الأناجيل الأربعة باللغة الآرامية. بعد انحسار موجة كورونا، الأردن يقرر العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. وفيها أيضاً على خطى السينودوس الجزء الثالث عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022. وجاءت الجائزة التي تم تسليمها خلال حفل أقيم في موقع صرح زايد المؤسس في أبوظبي، تقديراً لجهودهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي. وقد أعرب قداسة البابا فرانسيس عن سعادته بمنح الجائزة لما لهما من دور رائد في تعزيز قيم التعايش والحوار ومكافحة التمييز وتمكين الشباب والنساء ودعمهما لقيم الأخوة الإنسانية. هذا وتبرع جلالتهما بقيمة الجائزة لسداد الالتزامات المالية المترتبة على سيدات غارمات بحقهن طلبات قضائية في المملكة. استحوذت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اهتمام كافة دول العالم، فقد أطلق قداسة البابا فرانسيس بعد صلاة التبشير الملائكي نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا، داعيا إلى وقف لغة السلاح والعمل على بناء السلام وإلى فتح ممرات إنسانية أمام اللاجئين. وقال قداسته: أود أن أجدد دعوتي للجميع من أجل الصلاة والصوم على نية السلام في أوكرانيا، كي نشعر أننا جميعنا أخوة وكي نطلب من الله نهاية الحرب. وأكد الحبر الأعظم أن من يخوض الحرب ينسى الإنسانية ويضع مصالحه الخاصة والسلطة قبل كل اعتبار. وقال البابا إنه يفكر بالمسنين وبالأشخاص الباحثين عن ملجأ لهم خلال هذه الأيام، وبالأمهات الهاربات مع أبنائهن. إن هؤلاء هم أخوة وأخوات، لا بد أن نفتح لهم ممرات إنسانية آمنة وأن نستضيفهم. على صعيد متصل، أصدر غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث بياناً حول الوضع في أوكرانيا، جاء فيه: بخالص التعاطف نتابع الأزمة القائمة منذ الأيام الأخيرة في أوكرانيا، ونقف بقلق عميق على المعاناة الإنسانية لجميع إخوتنا وأخواتنا في المسيح. وأضاف: إن أقوى قوة للمسيح هي الصلاة، ولذلك ندعو مع باقي رؤساء الكنائس في العالم جميع المسيحيين للانضمام للصلاة من أجل عالمنا ومن أجل الشعب الأوكراني. وأردف قائلاً: هنا في القدس نرفع صلواتنا من مكان صلب وقيامة ربنا يسوع المسيح، لكي يمنح الله الحكمة والشجاعة لجميع القادة والجهات المعنية. عسى أن ينير الرب عقولهم في البحث عن الحوار والوحدة والسلام. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزيارة قداسة البابا فرانسيس إلى العراق، وجه ممثلو الكنائس العراقية رسالة إلى أبناء وبنات الرعاية، دعوا فيها إلى ضرورة استكمال مخرجات وتوجيهات الزيارة عبر شراكة كنسية حقيقية معمقة ومسار مسكوني رائد بالتواضع والوداعة والمحبة، مستذكرين قول قداسته أنه لا يمكنه أن يتصور العراق من دون المسيحيين، فالمسيحية هي وريثة حضارات العراق العظيمة والساعية إلى الخير لكل مكوناته. وأضاف ممثلو الكنائس في رسالتهم: نحن مدعوون للصلاة لننال رحمة الرب ولتقديم ذاتنا وخيرنا لنجدة المحتاجين، فيباركنا الرب ويخلق فينا قلبا نقيا متواضعا، إذ الصوم المقبول عند الرب هو أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل البائسين المطرودين بيتك، وإذا رأيت العريان أن تكسوه وأن لا تتوارى عن لحمك. رعى رئيس لجنة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري الاحتفال الذي أقيم في مدينة بيت لحم بمناسبة إطلاق الأناجيل الأربعة التي خطها الراهب بولس خانو باللغة السريانية. وقد شارك في الاحتفال النائب البطريركي للاتين في القدس المطران ويليام الشوملي، وعدد كبير من المطارنة والأباء الكهنة من مختلف كنائس الأرض المقدسة، بالإضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية وحشد من المؤمنين.
وقال الراهب خانو إن إرادة الله هي التي شاءت له بأن يقوم بإحياء اللغة الآرامية في هذه الأرض المقدسة، مشيرا إلى أن العمل معه استغرق ما يزيد على 400 ساعة قضاها داخل دير القديس مرقس للسريان الأرثوذكس في القدس، مبينا بأن الكنائس التي ما زالت تستخدم اللغة السريانية هي كنائس السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والموارنة. كنيسة حاملات الطيب الموجودة بحي عطية وسط مدينة السلط تم إنشاؤها على مبنى مغارة تاريخية قديمة، وتقام فيها الآن الصلوات والقدديس والمناسبات الدينية، كما يؤمها الزوار والسياح من كل مكان. فريق نورسات الأردن قام في وقت سابق بزيارة خاصة إلى ذات الكنيسة وعد لها برنامجا ضمن حلقات كنيستي، فإلى هناك. استجابة لرغبة كاهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حدادين للوقوف على احتياجات الرعية، زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوا السفير البواوي في الأردن آنذاك، وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يشتمل على مغارة مسيحية تاريخية. أمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وبالفعل تم جمع المال وبوشر في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية، إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان. هذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط. أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. الآن إحنا في منطقة أم عطية، هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط، لأنها كانت منطقة القبور للروم الكاثوليك، لطائفة الروم الكاثوليك، لأنه بالسلط في للاتين في مقبرة، للروم في مقبرة، وفي روم الكاثوليك مقبرة، والبروتستانت في مقبرة. إذن هذا الملك تابع لكنيسة الروم الكاثوليك، فلذلك كان في هنا مغارة كان يضعوا فيها الأطفال، مشان الأطفال الميتين يضعوا فيها المغارة. بعدين جاء أبونا معين وفكر إنه يعمل من المغارة إشي كويس جدا، نظف المغارة ورتب أمورها، وقام كل العفش اللي فيها من خشب من توابيت من كذا نظفها، وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة. أبونا معين مهد لي الطريق، جئت أنا على هذا المكان مهيئ الطريق، الآن قلت أنا نعمل كنيسة.
عزمت السفير البابوي لانجوين، مسنيور لانجوين، عزمته على الصل. شاف انه بحاجة الى باركينج وبحاجة الى كنيسة، لا غير كنيسة البلد، فلذلك اعطاني الضوء الاخضر ان نعمل هنا كنيسة. وبعد تدشينها على يد المطران ياسر العياش في 19 من شهر كانون أول لعام 2014، أصبحت كنيسة حاملات الطيب في السلط جاهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وإحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة. دشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش ب 14 أو 19 12 2014، وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المونسنيور لانجوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة، وكان الاحتفال يحضره جميع الطوائف المسيحية بالسلطة وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات الإخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية. والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصل يوجد مفتاح لهذا الكنيسة بالبلدية، ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسواح. وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص، ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل، ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نظفناها بالرمل، ولكن تضاريس المغارة هي وجمالها هو. وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي الصلاة كانوا يصلوا فيها، موجود عندي الآن تحت، بعدين ورسائل، بعض الرسائل بالخط اليد، رسائل الأب سمور، وخصوصا أيضا سجل العماد القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة تحتها. هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع وأوضح الأب حدادين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراماً لنساء السلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص. سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأن أول ما زاروا يسوع المسيح وهو في القبر حاملات الطيب، وإذا هن أخذن البشرى إنه يسوع المسيح قام. وهناك مقبرة، من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة، فلذلك إكراما لأمهاتنا وللنسوة سميناها بحاملات الطيب. عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة، هنا المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحم يكون فيه
أجسام مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوس. فحقيقة المختار رامي جواد تبرع بكل ما يلزم هالمغارة وهندسها هو، وعملنا حقيقة هذا المزار داخل المغارة الكبيرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. بعد اعتراض رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة على المخطط الرامي إلى توسيع الحديقة الوطنية المجاورة لأسوار البلدة القديمة، أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لبلدية القدس تجميد خطتها في ذات الموقع الذي توجد فيه أملاك للكنائس المحلية وأماكن مقدسة وهامة للديانة المسيحية، حيث اعتبر رؤساء الكنائس أن هذا العمل يعد هجوماً متعمداً على المسيحيين في المدينة المقدسة، وهو ما أجبر إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذا المشروع بعد أن حصل على موافقة مبدئية من بلدية القدس لتنفيذه في 2 من شهر آذار الجاري. وكان رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة قد أكدوا في رسالة بعثوها إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية بأن هذا المخطط سيمس مساحات تابعة للكنائس المحلية في جبل الزيتون إلى جانب تغيير طابع البلدة القديمة في مدينة القدس. العرب المسيحيون، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج معالي الدكتور منذر حدادين وزير المياه الأسبق الذي تناول خلال الحلقة تاريخ الوجود المسيحي في الأردن والمنطقة العربية، مبينا أن معظم القبائل العربية قبل الإسلام كانت تدين بالمسيحية، كما تطرق الحوار إلى أسباب تناقص المسيحيين في البلدان العربية، وهو برأي الدكتور حدادين استهداف مقصود. المزيد في هذا الحوار. شو سر هذا الوفاء العربي المسيحي للأمة وأنت من يقول يعني هاي خير أمة أخرجت للناس أمة العرب؟ كيف يوازن يعني كيف يوازن هذا الانتماء؟ فرجيني أقدم مني في هذه البلاد بتلاقي أخلص مني، بس إحنا في الرسائل في الرسائل السماوية إحنا من أقدمهم، إحنا من أقدم من وجد على هذه الأرض. نعم. ولما مارسنا السلطة لم نتعصب للعروبة، أو كانت العروبة عندنا مواطنة، كان سريان أراميين بيننا والحضارة كانت بينهم مش بيننا احنا، مش بس عرق عربي، لا لا مواطنة، مواطنة في نعم. نفس البلاد نعم، احنا حاكمين كنا نعم. صدف انه احنا الحاكمين العرب، وبقولوا في التاريخ انه تابعين لبيزنطة والمناذرة تابعين لكسرى، بس شوف وضع الغساسنة مع بيزنطة مختلف، كان تحالفا، تحالف مش مش خضوع الند للند، مش خضوع زي ما تكون دولة بالنيتو. مزبوط، كانوا يسموا رئيس الغساسنة الفيلارك، زي البطرك الكبير يعني. نعم نعم، كبير البطاركة نعم. وتعريب الدواوين مين قام فيه؟ مسيحيين العرب. نعم، بلاش أقول لك، اترك الفلسفة وعلم الكلام على جنب. نعم، ما تبقى من العلوم اللي أبدع فيها العرب كان العلماء فيهم مسيحيين، وكان صابئة، وكان من غير العرب. عندما نقول مسيحيين عرب أنت تقصد من هو من عرق عربي سرياني؟ لما أقول مسيحيين العرب أنا بقصد المواطنين مشروع. المواطنين في الوطن العربي من المسيحيين. نعم، هذول مسيحيين بسميهم عرب،
بس ما بنكر عليهم حقوقهم القومية سميها، سواء كانوا آراميين سريان أو كانوا أقباط أو كانوا أكراد. نعم هذول إخواننا في المسكن والدفاع عن البلاد. نعم والتقدم الحضاري. معاليك الآن بدي أنتقل معك إذا سمحت إلى الحاضر. يعني أنت تحمل رسائل مهمة وخبرة، تستحضر خبرة التاريخ والخبرة الماضية وبتقدمها لنا الآن. سؤال، العدد حضور الجماعة المسيحية يتضاءل عددها، العرب المسيحيون عددهم يتناقص، ماذا تقول في هذا؟ أنا بقول هذا نتيجة طبيعية لما خطط ويخطط له أعداء العرب. أعداء العرب من بداية الحركة الصهيونية هم اللي ما بيودون الخير، هم الصهاينة من كل فج وصوب، سواء كانوا يهود أو كانوا بروتستانت أو كانوا حتى من بريطانيا اللي هي كنيسة مختلفة. نعم هذول بدنا نتذكر أنه في تلك الديار نعم. هناك فصل للدين عن الدولة. نعم أنا ما بقول أعدائنا اليهود، لا بقول الصهاينة. نعم من نعم. كل فج وصوب. نعم في منهم ناس مسيحيين. نعم بس مفصول الدين عن الدولة. نعم يعني تتحدث عن الغرب. الغرب نعم. والقول في أيامنا هذه أنه غزو العراق هو غزو صليبي كلام خاطئ، لأنه اللي غزا أمريكا. نعم في أمريكا ممنوع تصلي في المدارس الحكومية. نعم 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 صلاة مسيحية صلاتهم نعم. ممنوع. نعم نعم طيب كيف يكونوا صليبيين هذول اللي غزوا العراق وكسروا ظهرنا احنا؟ نعم وهم عندهم فصل للدين عن الدولة. نعم ما بصير تقول له هذول حروب صليبية. لا نعم مش الحروب الأولى كانت بدعم ومناداة من بطريرك روما. حرب الفرنجة. حرب الفرنجة كانوا يسموها. تناقص عدد المسيحيين أمرين عاملين. نعم التكاثر أبطأ من إخواننا من غير المسيحيين المسلمين. نعم تكاثرنا احنا أقل عددا. نعم اثنين ما بدي يعني أتفاخر فيها، بس احنا تواصلنا مع العالم الخارجي كان أقوى تاريخيا. نعم كان أقوى. تلاقي الماروني اللبناني وحتى الأرثوذكسي اللبناني وصل البرازيل وتشيلي. صحيح وصلوا أمريكا وقال هم بيتابعونها الآن يعني على صحيح؟ على محطة نور سات. نعم بس من شعرائهم. نعم أظن القائل كان رشيد سليم الخوري الشاعر القروي أو فرحات عباس واحد من الاثنين بقول أغرب خلف الرزق غرب. نعم أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت سوف يغربه. نعم نعم أغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت سوف يغرب ونشرب مما تشرب الخيل تارة وطورا تعافوا الخيل ما نحن نشربه. اكتسب بئر السيدة العذراء في بيت سحور في الأراضي المقدسة بأهمية خاصة بسبب الأعاجيب التي صاحبته مع مرور الزمن وظهورات أمنا العذراء بنفس المكان وشفائها للعديد من المرضى. وعرفانا وتقديرا لسيدة الرعاة قام أهالي مدينة بيت سحور بترميم كنيسة البئر وتوسيعها لاستيعاب أكبر عدد من المصلين. تفاصيل أوفى حول هذا البئر في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. للأراضي المقدسة والمناطق المحيطة بها
قداسة شامخة في العالم. ومن هذا المكان المقدس في مدينة الرعوات يقع بئر السيدة العذراء المعروف ببير السيدة، والذي يأتي في موقعه وسط البلد في بيت سحور، التي تحتل مكانة مركزية في حياة سكانها. ففي هذا المكان المقدس ظهرت أمنا مريم العذراء مرات عديدة، وهذه الظهورات تقدم لنا أمنا مريم رسائل هامة وإشارة واضحة لنا من أجل المحافظة على الأماكن المقدسة واحترامها. فكانت الظهورات لجميع الرعايا والأديان، كما ويروي لنا الأب صابا خير كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بيت سحور قصة تسمية هذا المكان ببئر السيدة. نسبة لبئر السيدة العذراء، هذا البئر كان على زمن صار على زمن الرومان، بئر روماني. هذا الموجود البئر في بيت سحور، كان بيت سحور كانوا عايشين يشربوا من هذا البئر، كانوا أقل في منطقة في هذه في أرض الرعاة، فكانوا يجوا يشربهم ومواشيهم وغنمهم، كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. حتى الرعاة الذين تبشروا بمجيء المسيح هم وغنمهم كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. فهذا البئر كان على زمن الرومان، فبعد ميلاد السيد المسيح لما أجا الملك هيرودس لما قام بده يقتل الأطفال حتى يعرف وين يسوع، حتى إنه يقتل يسوع المسيح، فأجا ملك الرب ليوسف قال له يا يوسف قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. فأجوا الطريق هذه وأجوا على البئر وشرب العذراء مريم والطفل شربوا من هذا البئر، نعم، وتم مشوارهم إلى مصر. فهذا من هذاك الوقت لغاية الآن، وكان أكثر الناس عايشين من هذا البئر. لما العذراء مريم شربت من هذا البئر صار يحدث فيه عجائب، حتى يقال إنه في إحدى النساء أتت لكي تشرب تأخذ ماء من هذا البئر، فظهرت لها العذراء وما بتعرف إن هذا العذراء، فطلبت منها العذراء إنه أسكيني أعطيني أشرب. قالت لها أنا مستعجلة وما بقدر، فطلبت من الماء أن يطلع إلى الخارج وفاض البئر وشربت العذراء من البئر. فمن هذاك الوقت بئر السيدة العذراء لن ينقص بتاتا، لن ينقص، تطلع المي من الأرض وبيشربوا منه لغاية الآن. جميع من يجي يزوروا هذا المقام المقدس كانوا يأخذوا ويشربوا من هذا البئر. تم إنجاز وتدبير تصليح في هذا البئر، فكان أحد من بيت سحور شخصيات بارزة في بيت سحور، وكان الله يرحمه رحمة نيكولا أبو عيطة، كان رئيس بلدية بيت سحور، وكان بعمل ترميم لهذا البئر وكنيسة بسيطة متواضعة للكل، يجي كل الطوائف الروم واللاتين والكاثوليك يجي يصلوا في هذه الكنيسة. فصار الناس يجوا بكثرة، فعملنا كل الكنائس يجوا يصلوا في هذه الكنيسة أسبوعيا، يصير ثلاث قداديس في هذا المقام. فقامت أيضا البلدية مع الرعية في بيت سحور كل الطوائف بتكبير هذا المقام شوي يكون أكبر، ففعلا صار أكبر شوي مثل ما الكل يشوفوه، وصار الناس يجوا ويصلوا في الكنيسة. كانت تظهر كثير العذراء مريم تظهر على هذا المقام. في مرة قبل حوالي بديش أقول أكثر عن بحدود 35-40 سنة، هذا على زمني أنا وأنا كاهن، في نهار عيد العذراء كان الناس صلوا بالكنيسة للأباء الأجداد، فأجوا إلى الكنيسة هذه حتى إنه ضو شمع قدام العذراء مريم في بئر السيدة، وإلا عند دخولهم وإلا صورت أو قونة العذراء مريم داخل البير على وجه المي، كتمثال بير العذراء بثوب أبيض. فأجوا الناس وشافوها، وأنا من جيت وشفتها، وكانت ذهبت لجوه داخل البير وحفر مكان الصخر حسب الشخص اللي كان موجود على وجه المي، وهي تمثال العذراء وهي حاملة الطفل،
ويوسف عند هروبهم، فكان ظهر على الصخر صورة الهروب من العذراء مريم ويوسف والطفل على المبحور بالصخر، وأجوا جميع من أقطار العالم كلها أجوا وشاهدوا هذا الحدث العظيم. ولغاية الآن بئر السيدة العذراء مقدس، وبيجوا من جميع أقطار العالم بيجوا يزوروا هذا المقام، ونشكر الله إنه الماء الحين موجودة الكل بيشرب منها، وبيجينا سواح على هذا المقام وبيشوفوا فعلا هذه أعجوبة. ولأول كنيسة في العالم بكدسوا فيها ثلاث طوائف، ما يدل على اتحاد المسيحية الموجودين في بئر السحور، الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، بيجوا وبيستعملوا قداديس في هذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة مش للروم ولا للاتين ولا للكاثوليك، هذه لكل الكنائس الموجودة في بئر السحور. الإيمان بستنا مريم العذراء مريم، كثير ناس بيأمنوا مش بس مسيحي، إسلام ومسيحية عندهم إنه العذراء مريم هي أم السيد يسوع المسيح، فبيجوا يكون عندهم مشكلة أو مرض، فبتيجي بكد بضو شمع عن فداء عن أولادهم، إنه بتطلب إنه العذراء مريم تشفي أبنائهم من مرض، وعشان صلاتهم بتكون يعني بحرارة بإيمان تقبل هذه الصلاة، وبإرادة الله بيشفى ابنهم أو بنتهم أو عندهم أي مشكلة من دعوات العذراء مريم. بهذه المناسبة أقدم كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون نورسات الأردن، وهذا حنا بنتشرف فيه. أنا اللي مسؤولة عن الكنيسة، بفتحها كل يوم الصبح ولحد الظهر، وبعد الظهر كمان بيجي زوار كتير يزوروها من جميع الطوائف. الكنيسة هاي تابعة لكل الطوائف وبصير فيها صلوات، ونشكر الله يعني إلها عجائب كثيرة للعذراء، الحمد لله إلها عجائب كثير مع إسلام ومع مسيحية، والحمد لله يعني فيش حدا بيجي بطلب أي إشي من العذراء، والكنيسة بنول طلبه. ومن خلال ظهوراتها فهي ترشد العالم وتدعوهم إلى الصلاة والإيمان، وهي تقول للعالم أجمع: أنا معكم في هذه الصعوبات والشدائد التي تحيط بكم. أصبح هذا البئر روح المدينة وقلبها النابض وضميرها الحي ومكانا يجمع أهلها، فالعذراء مريم هي أم الكنيسة التي ستبقى شعلة نور للعالم. للنورسات مارلين الحدوة من بئر السيدة العذراء بيت سحور. مع بدء انحسار الموجة الحالية لجائحة كورونا، بدأت الحكومة الأردنية منذ يوم الثلاثاء الماضي العمل بالإجراءات التخفيفية للتعامل مع الوباء، بحيث تتضمن الإجراءات الجديدة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بهدف تحفيز الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. قررت الحكومة إلغاء فحص PCR للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين. كما ألغت شرط التسجيل على المنصة الإلكترونية للأردنيين قبل القدوم إلى المملكة، وألغت ذات الفحص كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان على خطى السينودوس الجزء الثالث، وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية بعمان، حيث تحدث الضيف عن إمكانية عيش السينودوس معا بكل إصغاء للآخر. هذا السينودوس الذي دعا من خلاله البابا رعاة الكنائس إلى التواصل مع الرعاية، لأن العلاقة بين الكاهن والمؤمن هي علاقة تشاركية تقود الإنسان في النهاية إلى الإيمان والحياة السعيدة. فإلى هناك.
فهلا فهمنا السينودوس، وحتى كمان عم بقول انه ارجعوا للحلقات السابقه ثلاث اسابيع الاسبوعين وهي الثالث السابقه واحضروا اللي حكوا الكهنه والمنسقين عن السينودوس وشو عم يطلب منا قداسه البابا. ما تضلكم مغيبين انه تقولوا ما حدا اجانا، ما حدا اجتمع معنا، ما حدا خبرنا، ما عملوا لنا لقاءات، ما قالوا لنا شو هو الاستبيان، ما حكوا لنا شو هي صلاه السينودوس او الهيكل. كله موجود، إذا أنت تريد أن تعرف تقدر تأخذ المعلومة، والنت مفتوح صار والمعلومة متوفرة ومتواجدة. صح. فما تضلنا نركن أنه ما إجوا اجتمعوا فينا ولا إجوا عملوا المجموعة ونسقوا مع الخوري وجابهم على اجتماع وفي القاعة. بطلت هاي الأساليب متبعة حاليا، يعني المنسقين عم يجتمعوا عشان يعملوا خطة عمل، خطة عمل كيف انهم ينشروا هذا السينودوس. فصفى الاعلام جزء مهم في نشر المعلومة. صح. والتوعية، وايضا حتى الاستبيان لما حتى على الانترنت عم بيبعتوا الاستبيانات ويعبوها ويرجعوا يبعتوها للخوارنة، مو بحاجة حتى يطلعوا من بيوتهم، لانه صار الـ 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 من خلال هالشاشه ومن خلال هالانترنت وهالكمبيوتر وهالصفحات التواصل الاجتماعي كله متوفر وموجودين وين ما كان. فبيضل ما في حجة عندك تقول ما إجوا حكولنا، ما إجوا خبرونا، ما عرفنا. فتوجهوا لكاهن الرعية، إذا كان الرعية ما حكى لكم أنتوا حكوا يا أبونا في استبانة، فيا أبونا حابين نحن عبينا الاستبيان وهي الاستبيان أعطيناك إياه، بجمع الاستبيانات الأبرشيات وبيبعتوها للجنة تجمع هاي المعلومات عشان نحن وانت وهي وهو مثل شعار السينودوس، يعني عم بيجمع كافة الفئات المجتمع، حتى ذوي الحاجات الخاصة، الأطفال، العجزة، الكبار بالسن، الكهنة، الرهبان، السلطات الكنسية، كلها مجتمعة هي ماشيين مع بعض لسينودوس 2023 من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة ورسالة. فالسينودوس جاي من القاعدة إلى رأس الهرم، مش من رأس الهرم وعلى القاعدة. في ناس كتير بتتهم الكنيسة إنه عم بيعطون مش عارفين الشعب شو عم بده، بيعطونا قرارات وبيعطونا توصيات وبيعطونا ويلا أنتوا نفذوا. هلا حطت الكرة في ملعب المؤمن، انت شو بدك؟ صح صح ابونا، صح كتير. وانا هون بدي اطلب من اخوتي الكهنة والمنسقين خاصة بالاردن، اي شخص حابب يعرف اكثر عن السينودوس بيقدر يجمع عبر يمكن مواقع التواصل تبع رعيته، زوم وغير زوم. انا رح بلش اعمل كمان لانه هلا منبلش زمن سينودوس مسيرة صوم 2021 22 23، لازم يكون عندنا كان من سنه ال21 نضوي، 22 و23 نكون بلشنا نبني على الأسس. نعم. اللي طرحها قداسة البابا. ومن هون بقول كل مجموعة أو كل رعية حابة تعرف بيقدروا يتصلوا بكاهن، بيقدروا يتصلوا بحدا من المنسقين وبيحضروا معه هالتبيان وشو هو السينودوس، كيف ممكن يشاركوا. وأكيد الشغلة صارت سهلة مثل ما قلتي عبر موقع التواصل. نعم. هلا ليش الحلو أنه نعملها؟ لأنه في ناس بيقولوا أنه الكنيسة عبر مجامعة ما عرفت هيك تخرق، مثل ما قلتي كمان دكتور بدي أرجع ضوي على شغلي، يمكن بلبنان كنا نقول أنا باروسو فاتيكان دو، يعني إجا المجمع الفاتيكاني الثاني من كل وهجه اللي طرح على الكنيسة ونحنا حكينا وما بعرف شو بالنهاية نيمني. ورجع إجا المجمع البطريركي الماروني اللي نعمله يا لطيف وعلى أساس أنه شوي نيمني، هلأ في سينودوس ورح ننيمه. أنا بقول فينا ننيمه وفينا نحييه. نعم. مين بده يحييه؟ مثل ما قلتي وبدي ضوي على الشغلة كتير أساسية، هالمرة الكرة منا بملعب الكهنة والأساقف والبطاركة، هالمرة قداسة البابا قال لهم تعوا تقلكن بدنا نسمع شعبنا، بدنا نعم. نسمع شبابنا، بدنا نسمع اللي عندهم يمكن مشاكل، اللي عندهم يمكن ظروف صعبة. نعم. بدنا نسمع القاعدة شو بدها، ولازم هالقاعدة تلهمنا وتتحدينا. أنا هون بقول نعم على الكاهن أنه يفتح بس
افتح لهم القناة وقل لهم عدوا اسمعوا مين الأشخاص اللي بتحسون عندهم أنتينات حلوة وعندهم أسلوب حلو تيقدروا يطالوا الفئات كلها سوا. هيدول الأشخاص لازم يضلهم عن جد يبسوا عبر مواقعنا، لأنه كنايسنا اليوم قادرة تجمع مجموعة الشبيبة اللي موجودين عندها، بس مش بس شبيبتنا، يعني الشبيبة وحتى أماتهم وبياتهم وحركاتنا ويمكن مؤسساتنا ويمكن يمكن كل الأشخاص اللي ما عم بيكونوا بالكنيسة أو ما عندهم وقت يكونوا بالكنيسة، بدنا نخرقهم، بدنا نقعد عندهم، بدنا نسمع لهم، وبدنا نشوف ليش ابتعدوا. ما نحن كمان بدنا نجرب نوصل عبر هالقنوات للناس اللي أصلا منا بين إيدينا، وبدنا نسألهم أنت ليش فليت، أنت ليش تركت. نعم. مثل الابن الضال. نعم. ترك البيت وراح وعيش حياة بالبزخ وإلى ما هنالك، صار يشتهي يأكل من الخرنوب اللي عم يأكله منه الخنزير، يعني حالة خنزرة إذا بدك شوي. شو عم بعمل هون يا عمي؟ طب إنه عندي بيت، عندي قصر يا خيي أنا، وبي ما بخل بولا شيء، الخدام اللي عنده عم يأكله، أنا هون عم بموت جوع، أعود وأمضي إلى بيتي أبي. فالأشخاص اللي هن منن بين إيدينا، دكتور ضروري نروح لعندهم ونقول له أنت ليش فليت؟ نعم. عندك يمكن وجع، عندك قلق، عندك شيء ما شفته فيي أنا ككاهن، بترجيك تع، بترجيك قول، بترجيك صرخ وجعك. أنت ابن، أنت ابن، وبدي أقول له لخيه اللي هو بين إيدي، بدي أقول له بني أنه شو عم تحكي أنت؟ جاي عم تتهمني أنه والله أنا أعطيت لخيك؟ ما كل ما هو لي هو لك، ولكن علينا أن نفرح ونتنعم لأن أخاك هذا اللي هو كان بغيه بالنسيان، كان ميتا، كان ضالا ورجع، بدنا نرجع. أوكي، كتير مهم هيدا الأساس، أنه نقدر نرجع نجمع فئات المجتمع، نقعد معهم، نسمع لهم، وعن جد نركن للي عند لوجعهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يطلق نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا. جلالة الملك وجلالة الملكة يتسلمان جائزة زايد للأخوة الإنسانية. بيت لحم تحتفل بإطلاق الأناجيل الأربعة باللغة الآرامية. بعد انحسار موجة كورونا، الأردن يقرر العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم ودمتم بخير.